سؤال يقول صاحبه: أم لها مساكن ومحلات تجارية، فأعطت للذكور دون الإناث بدون وثائق، ثم ماتت رحمه الله، فهل يجوز للبنات المطالبة بحقوقهن أم يجب عليهن التنازل؟ هذه المسألة هي الحقيقة مشكلة كثيرة الوقوع، إما من الآباء أو من الأمهات. الواجب هو العدل بين الأولاد، والله جل وعلا أمر بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، اعدلوا هو خير وأقرب إلى الله وأتقى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالواجب هو العدل. وحقيقة العدل هو موافقة شرع الله سبحانه وتعالى، وهنا إشارة أشير إليها باختصار، ألا وهي أن السماوات والأرض خلقهن الله جل وعلا وأقامهن على العدل. فمن أراد الفلاح الدنيا والآخرة فليلزم العدل، وكذلك الفلاح الدنيا والنجاح في أمور الدنيا مرتبط بالعدل. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة الكافرة العالية، إن الله لينصر الدولة العالية ولو كانت كافرة، وأما إذا كانت ظالمة فيحل بها الخيبة وغير ذلك، ولو كان أهلها أهل الإسلام، فقيام السماوات والأرض بالعدل. ولهذا يظهر العدل في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي كل شيء في هذا الكون حتى يوم القيامة. الكافر يموت على الكفر، والمؤمن يموت على الإيمان، وكل يموت على ما عمل، فيؤتى بالشخص وتوزن أعماله أمامه، ونظر الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. ليظهر للعدل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: ما ظلمك من تركك تحاسب نفسك، لم يظلمك أبدا، يستحيل أن تظلم نفسك إذا أنت حاسبت نفسك، فهذه لك وهذه عليك، لك وعليك إلى أن تصل إلى آخر الأمر. الحاصل أن العدل مأمور به، ومن ذلك بين الأولاد، فلا يجوز للأب أن يقدم هذا على ذا، ولا للأم ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لما رأى الرجل قبل بعض أبنائه أو أولاده قال: يا كل قبلتم؟ قال: لا. قال: فقبلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء رجل وقال: إني أعطيت ابني هذا نخلا، حديث نعمان بشير، قال: أكل ولدك أعطيت نخلا؟ أو قال: نحن حلته نحنا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الزور. فسمى إعطاء بعضا دون بعض زورا، هذا لا يجوز. فالواجب هو العدل بين الأولاد. وهل يعطى الذكر مثل حظ الأنثى أو يسوى بينهم؟ خلاف بين أهل العلم، من العلماء من جعل القسمة كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنهم من جعل القسمة على السواء يستوون بذلك، فيعطى الذكر كما تعطى الأنثى.
حرام، والعلم عند الله. يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أتريد أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فإذن اعدل بينهم كما تحب أن يكونوا سواء في برهم لك، فأنت أيضا سو بينهم. فالواجب إذن أن يعطى الأولاد على حد السواء. فإن تنازل بعضهم وراضي بأن لا يعطى، أو يقال له: أنت عندك شيء فنعطي هذا لأخيك أو لأختك أو كذا برضاه، هذا جائز. إذا كان بالرضا فهذا جائز، لكن لا بد أن يكون رضا محققا وليس رضا متصنعا. لأن الإنسان إذا قال له إخوته أو قال له والداه: أترضى كذا وكذا؟ يعني صعب أن يقول لا، ليس بالسهل، وربما تأخذه الحشمة والاحترام والبر بالوالدين أو الاحترام للأخ الأكبر أو كذا. فالأولى في هذا أن يملك نصيبه، قال: هذا نصيبك وهذا نصيبها وهذا نصيبها وهذا نصيبها وهذا نصيبها. من شاء أن يعطي غيره يعطي، فذلك له، فذلك له، هذا هو الأولى. أما إن وقع بأن أعطي من غير تسوية أو أعطي جانب دون آخر ومن غير الرضا ومات الذي أعطاه، فالبر بالوالدين أن نصلهما بعد موتهما، وذلك بإنجائهما مما أخطأ فيه. فإذا كان أعطي بعض دون بعض مع عدم الرضا فلا بد من ماذا؟ إعادة الرجوع إلى قسمة ذلك على حسب الميراث، قسمة ذلك على حسب ماذا؟ الميراث. أما إذا كان أعطي بالرضا فصار ذلك المعطى للولد أو للبنت ملكا له، فيكون التوارث في الشيء الذي بقي ملكا للأب أو للأم. أما إذا كانت الحالة هذه أعطت الذكور دون الإناث ودون وثائق، إذا كان أعطت بمعنى للانتفاع، قصد الانتفاع، فلا تزال الملكية الشرعية لصاحبها أي للأم، وبالتالي يدخل ذلك في الميراث. فإن قال الولد: أدخلت على ذلك إصلاحا وزيادة، فالعلماء يقولون القاعدة هنا: الغنم بالغرم، أنت أدخلت وانتفعت، فما بذلته انتفعت منه، ما بذلته انتفعت منه، ويصير الكل في ماذا؟ داخل الميراث، داخل الميراث. أما إذا كان أعطوا كما قالت هنا دون وثائق وأعطي دون، فهل للبنات المطالبة إذا كان الأم أعطت الأبناء هؤلاء بحضرة البنات ومر على ذلك زمن وأمد طويل، والولد أخذ تلك المنفعة وغيرها وأدخل فيها ما أدخل وزاد وأنقص واستفاد، والعلاقة طيبة بينه وبين أخواته، ولا يوجد أي شيء مما يظهر منه الرضا، فهنا الحال ينزل منزلة المقال، هنا الحال ينزل منزلة المقال، يقال قد رضيت. الحق أنها ليس لها أن تطالب أو تقول يعني في حياة أمي لم أريد أن أطالب والآن أطالب أو نحو ذلك، هذا ليس لها الحق لأن تقوله، لأنه مضى زمن استغل فيه الأبناء هذا بما يدل على رضا البنات أي الأخوات بالنسبة لهؤلاء الإخوة. لكن إذا وجدنا في أنفسنا شيئا وعلم الإخوة أن الأخوات يريدنا أن يطالبنا فليتصالح حتى لا يكون لا تكون الأم تحمل شيئا من الوزر وهي في ماذا؟
في قبرها. فهذا هو الأولى، والله تعالى أعلم.